ماذا يسمى صغير الضفدع؟ شو يسميه؟ عقروق. الله يعقرقك. ها عقروق. ها ما اعرف حجي صغير الضفدع صغيروني تعلمي دعسوقه يسمى. شو يسميها؟ دعسوق. دعسوقه؟ شو يسموها؟ ام علي. ام علي؟ دعسوقه اسمها ام علي. يلا يسموها صغير البابا. اغير سؤال؟ غير ابو ذنيبه؟ اويلي عليك. اغير السؤال؟ ماشي. هذا شوي سؤال صعب. تمام؟ ما هو الغذاء الاساسي لثلث سكان العالم؟ ثلث سكان العالم الغذاء الاساسي شنو هو؟ الرز الطحين. شنو هو؟ الطحين. عافية عليك. انت شو تقول؟ ما عندي شيء. يعطيكم الجواب من هناك ترى. سؤالي. هم يعطيكم الجواب من هناك. جوابي. ايه؟ الطحين ايه؟ والزبيب. لا استبعد الزبيب. ليش؟ مو معطيكم الجواب من هناك ما اعرف انه قال لكم فشي. انا قلت التمن. الرز. 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 اي نعم. شلون الرز؟ السمك؟ ليش حجيه؟ انت غششت؟ روح على بنيه تغششت؟ منو؟ مو بنيه؟ هاي الرز مو قلنا الرز؟ والله حجيه تو واحد جواب صحيح هو الرز. الجواب تعال امي تعال. انا هم جاوبتك. تعال حج هو قبلك جاوب تعال حج تعال. حجيه خاله؟ حجيه ها وين؟ تعال يا امي حبيبتي تعال يا هلا هلا بيك شلونكم؟ باع خاله اسعدك. هذا انت جريئه هاي ايه؟ قدام الشباب ايه؟ وياك انا اذا غنيتي لي اغنيه لام كلثوم اعطيك جائزه لك. ارايت الحب سكارى. يا الله لام سكارى. ولان انا ما عندي بلدي يشربون ولا رجلي كلهم خاشين بالبريج. اريد هديه المطيتوني هديه فضح قناه السومري. لا مو سومري هاي سومرة. والله تاخذين هديه بس اريد الاغنيه تغني لي اياها صح. والله مو صحيح هي. لا كملي يعني كملي لي اياها. اعطوني راس موضوع مال ام كلثوم نسيتها. لا بتطوها ام كلثوم. حجي انت مو تقعد ام كلثوم. يا ليش شو اغنيتها؟ لا مو ما اعرفها. الاطلال انا حياتي شنو غير راسها تنطوني. شنو اي اغنيه ببالك؟ يلا اي اغنيه ببالك؟ انت عمري وعد عنك. يا ولد انا عندي غده وخانقتني فيرد لي صوت. ايش عليك كيف كان اسم؟ احنا نسيت النوم واحلامه. هو انت اللي صبقوله. هو انت اللي صبقوله. هاي اريد الهديه. ابي هذا عطر من عندي لك. يا ابو ها عبالي سعري روكسون موبايل خشمروني وهالغنى والصوت مبح. دقيقه دقيقه شنو الساعه؟ روكسن مدري مين يجيب لك هذه؟ وصارت ذاك اليوم بس ما اخذت ماركس. هاك هذا العطر تستاهلين بس والله العظيم ماركه. والله مو 25 ترى. والله سيطلع ب 10000 من الشورجي.